السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. فضلك عندي سؤال، انا لو معايا مبلغ بالعملة الأجنبية، مبلغ مثلا معدي النصاب تمام، ومحتاج اطلع الزكاه عن المبلغ ده مقدم بالقسط كل شهر جزء حتى نهايه العام يكون ال 2.5% على المبلغ يعني. فدلوقتي لو انا هطلع المبلغ اللي انا هطلعه كل شهر ده بالجنيه المصري في اخر السنه، مفترض عليا حضرتك قلت لي قبل كده ان انا اشوف القيمه الفعليه للمبلغ اللي بالعمله الاجنبيه في اخر السنه واطلع القيمه عنه 2.5% بنفس العمله. لا تعمل كده، برفق. حاضر. قلت ماذا؟ انا مثلا معايا 100,000 ريال. أيوة. تمام؟ ايوه. هطلع عليهم فردا 10,000 ريال زكاة. ماشي. فردا. ماشي. لو هطلع كل شهر مثلا 800 ريال اللي هم المفروض الزكاة مقدما على 12 شهر. طيب. لو طلعت شهريا 800 ريال بسعر ريال اليوم، يعني النهارده ريال مثلا ب 10 جنيه فطلعت 800 ب 8,000. الشهر الجاي ريال بقى ب 15 فطلعت 800 مثلا بقوا ب 15,000. وهكذا كل شهر. هل اخر السنة المجموع اللي انا طلعته بالريال كله سعر متغير بالجنيه، فانا كده عليا شيء تاني ولا كده هيبقى خلاص؟ يعني قبل ان تحل عليك، قبل ان يحل عليك موعد الزكاه اخرجتها مقدما، لكن بالجنيه المصري. بالجنيه يعني مش بالجنيه المصري فضلت الشيء، مش بالجنيه المصري أخرجت طلعتها يعني مثلا بالريال، يعني مثلا 100,000 ريال عليهم مثلا 12,000 ريال زكاه، بس خد بالك كل شهر 1,000 ريال، هغير ال 1,000 ريال ده للعمله المصريه بسعر اليوم اللي الشهر موجود، يعني مثلا الشهر ده في سعر، الشهر الجاي في سعر، كل شهر في سعر مختلف، ممكن يزيد ممكن يقل، بس انا بطلع قيمه ال 1,000 ريال زي ما تكون في وقتها يعني. يعني انت عليك 10,000 ريال. نعم. قلت ساخرج 1,000 ريال هذا الشهر. نعم. مقدما. نعم. في الألف ريال قلت أفكها الآن، لأن الناس لا تنتفع بالريال في مصر، الناس العوام، وأسددها للناس الآن. تمام. إذا كان ما تقوله صدقا ولا تريد من ذلك أي منفعة لنفسك لا بأس. لا هو ما فيش منفعة، بس أنا الخوف إن سعر الريال أخذ. أنا فاهم الكلام، فاهم الكلام، سعر الريال اختل، لكنك أخرجت 1,000 ريال بالجنيه المصري في ساعة الإخراج. تمام. إن شاء الله ما عليكش حاجة ثانية، نرجو الله ذلك. أنا كده بخرج مقدما وبدري، فممكن يكون السعر الآن أقل من فيما بعد، فكده أنا عليا المفروض زيادة شوية، ولا أنا كده خلاص بريء؟ إن شاء الله أنت بريء بإذن الله. جزاكم الله، شكرا. الله يسلمك. عليكم السلام.